كأول شخص عربي حصل المبتعث السعودي محمد القحطاني على المركز الثالث في تحدي الكوارث والطوارئ في أستراليا. عبر المبتعث السعودي محمد القحطاني عن فخره واعتزازه لكسب شهادة التخصص الدقيق في الطوارئ والكوارث وباختياره كأحد الفائزين الثلاث. أوضح القحطاني لسبق أن هذه التجربة الدولية الفريدة تعتبر الأولى من نوعها في إدارة الأزمات والكوارث، علما أن أستراليا من أوائل الدول في التصدي لأنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية مثل الحرائق والسيول وغيرها. وكان العرض الذي قدمه مباشرا أمام الجميع مقبولا تلفزيونيا في مركز المؤتمرات الدولي في ولاية كوينزلاند. وأكد المبتعث أنه بذلك يثبت تميز وكفاءة المبتعثين السعوديين في كافة الدول ومختلف المجالات والتخصصات.